لا ما شاء الله حاج سالم، عايز بقى عندك بسم الله ما شاء الله كميه غنم كويسه جدا. احنا هنا عندنا كل الانواع. تمام ماشي. وانا اقول لك على الطبيعه دلوقتي الفرق بين الهلبي والبرقي والفلاحي. تمام. والمستحدث السوداني علينا هنا. تمام ماشي. ده هو النوع الهلبي بتاعنا، ده مجنس بين البرقي وبين الايه وبين الفلاحي، فبيطلع تمام. فبيطلع بنفس الصف ده. ده بيمتاز بقى انه وزنه بيبقى كبير كده لغايه 90 كيلو. تمام. و100 كيلو. تمام. وفي ناس بتاخده بتبيعه بتغش الناس على انه اسمه عنز وبرقي عشان ابيض ومواصفاته ومواصفات، هي جينات بس ما بين البرقي والفلاحي. تمام. فبيطلع الخروف ده كده، ده بتعرفه طرفه كبير خالص زي كده. تمام. ماشي. ووزنه كبير. تمام. ماشي. انما هيئته من راسه تحس انه برقي. تمام. فالناس كده بتاخده على اسم ان هو برقي، بتبيعه على اسم الناس العاديه اللي مش ما لهاش في الشغلانه بتعرفه انه ايه، ان هو برقي. هو برقي ان هو برقي هو باين يعني. كده اهو، انما هو بتعرف من اللية كبيره. اللية كبيره. تمام. في بعد كده الفلاحي عندنا في مصر ده كده. تمام. ماشي. اللية اصغر شويه. تمام. ماشي. هو الخروف طبعا صغير، تلاقيه طويل مش. تمام. زي مش زي البرقي بتاعنا برضو. تمام. ماشي. الصوفه حمراء دايما، الفلاحي تلاقي صوفته حمراء. تمام. ماشي. تمام. في البرقي عندنا ده اللي هو الدرناوي البرقي بتاعنا، البرقي الحر. البرقي الحر. تمام. طرفه ما يجيش نص كيلو بالظبط. تمام. ودايما بتلاقي ايه ده بنقول عليه ادعم. ادعم حوالي ادعم اللي هو تمام. راسه سمراء. تمام. ماشي. هو فيه ثلاث اربع انواع. تمام. ماشي. شوف حتى الشكل كده غير الفلاحي وغير الهلبي وغير ايه وغير ده بقى بيمتاز عن ده وده وده. التصفيه لغايه 60% مفيش. تمام. دهن خالص. تمام. ماشي. الطعم غير التاني خالص. تمام. ما بياكلش يعني زي عزيز ما بياكلش اي حاجه. تمام. هو العلفه كلها واحد بس انف ده اكله. انف اكله ده برضو عشان اللي هو بيبقى ارخص شويه ده. تمام. بيبقى ب 60 و63 يعني على سعر النهارده. تمام. ماشي. البرقي ب 71 جنيه 68 ل 71، ده من 60 من 63 ل 65. تمام. الفرق بين الاثنين بقى التصافي. الفرق التصافي واللية. اللية شوف هنا عندك كام كيلو. تمام. 10 كيلو. تمام. من نص كيلو ل 10 كيلو ده بيضرب في 60 او 65 جنيه، فده اللي مرخص 150 جنيه. تمام. والدهن الثاني دايما بتلاقيش ايه، تلاقي الاقبال كله على البري عشان الدهن والكوليسترول والحاجه دي كلها. يعني لو مثلا واحد مثلا من المواطنين نازل يشتري خروف وداخل مثلا على التاجر او الشادر مثلا وعايز يعرف من 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 اول نظره ده برقي ولا هلبي، ممكن يضحك عليه. يعني ممكن تقول له ايه، هيشوف مثلا الوش بتاع او راس الخروف والبرقي. شبه البرقي. شبه البرقي. تمام. بالقوايم بتاعته شبه البرقي. لكن هيفرق اللية بتاعته. هتفرق اللية كده. الطرف بتاعه كبير. اللية هنا. تمام. برضو الميزان، ميزان مش زي البرقي خالص، ما فيش مقارنه. تمام. بالبرقي هو لو تلاقيه صغير هتلاقي شكله هزيل وشكله وحش. دايما الهلبي لما يوصل الميزان كده تحس انه شكله شيك خالص. تمام. ماشي. تمام. بس برضو المواطن العادي يعرفه من هنا. وشكل الصوفه كمان. بص الصوفه عامله ازاي هنا. الصوفه هنا عامله ازاي غير هنا خالص. تمام. الفلاحي برضو النظام احمر وطرفه كبير زي كده. تمام. البرقي يعني مش محتاجه حاجه، البرقي طرفه صغير خالص نص كيلو. تمام. بالظبط. ماشي. تمام. في الشكل ده السوداني اللي هو المستحدث عندنا خالص. تمام. ماشي. ده استيراد ولا ميلاد هنا؟ لا ده ميلاد هنا. تمام. عندنا منه امهات. تمام. وباشا برقي فبيجيب. تمام. الشكل ده هو في السودان ما بيبقاش له طرف زي كده، بيبقى ديل عادي. بس هو عشان مهجن فهو واخد اللية. بس هو مهجن فهو واخد اللية. تمام. ماشي. واخد القرن. دايما تلاقي السوداني من غير قرن. من غير قرون. من غير قرون. هنا واخد القرن من الكبش البرقي بتاعنا. تمام. طيب النهارده برضو عشان المواطن يبقى عارف الفروقات في الاسعار ليه. تمام. طب بالنسبه لاقصى وزن بيوصله البرقي قد ايه؟ ممكن برضو لو راح يشتري هلبي ان هو برقي ده بيوصل وزنه قد ايه في الاخر؟ ده اخر وزن ليه قد ايه؟ اخر وزن يقدر يوصل له. تمام. بعد عشان بعد كده هنخش على موضوع التسنين والكلام ده كله. الهلبي بتاعنا اللي هو زي كده ده بيوصل لغايه 100 كيلو. حدي 100. 100 كيلو. تمام. وما كسرش، تلاقيه لسه شوف لبانه. لسه لبانه ما كسرش ولا سن. ماشي. ده هنتكلم عليها في الصحه اللي بتاعت الخروف دلوقتي. تمام. تمام. ماشي. ده الهلبي. تمام. الفلاحي برضو نفس النظام. البرقي طرف صغير على في الاسعار، بيزيد في الاسعار بيزيد 5 6 جنيه. تمام. اللي هو لو نفس العلفه هتلاقي نفس الطعم ونفس كل حاجه. تمام. ماشي. بتفرق بس مع الجزار ان هنا بيحاسب على لي 10 كيلو في 60 ب 600 جنيه. تمام. وهنا نص كيلو ب 30 جنيه. طبعا دول بياخدوا تحصيناتهم وبياخدوا كل علاجاتهم الدوريه. الدوريه. تمام. عندنا الطب البيطري على اعلى مستوى صراحه يعني. تمام. السنين الاخيره الطب البيطري قايم باعلى مستوياته، ما فيش نفع عندي زي الاول كتير. يعني عدد الـ 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 الوفيات في النفع شويه خالص.
كان الاول كتير ما كانش فيه الطب البيطري في الزمن ده عشان تحسن الخدمات البيطريه. الله ينور عليك. مظبوط. بقول لك ايه، هو المواطن الافضل له ايه؟ الافضل له والله هو يعني المواطن المصري له اكيد طبعا مذاق معين. له بيفضل ايه بقى؟ هو شوف عن الموقع الجغرافي بتاعنا هنا بالنسبه لغرب اسكندريه ومطروح بيفضل البرقي. البرقي وسط الدلتا كله بيفضل الهلبي والفلاحي، لان هو ما شافش البرقي وما دقش البرقي وما استطعمش البرقي. انما هو لو كان البرقي عمره ما يجي لده. طب والفلاحي طعمه حلو؟ هو بالنسبه للطعم بتفرق في العلفه. بس يعني هو لو عايش مع حولي، لو انت انا عامل نفس الثلاث اربع انواع نفس العلفه، هو قمح ودريس وكده كويس. لو كلهم طبخوا نفس عدوا نفس الطعم. امال الصغير ده ايه؟ ده فلاحي. الفلاحي الفلاحي ده اللي معتاد في البلد اللي عنه. هو معتاد في وسط الدلتا وفي المعتاد في البلد كله. وده سوداني. ده دلوقتي بيتاكل فين؟ ده مستحدث عندنا اللي يعني بيستوردوه، فاحنا اخذنا منه امهات وعلى الكبش البرقي بتاعنا فعمل الخروف ده. عظيم. يا باشمهندس خريطة المذاق دي واضحة؟ يعني اللي بيتكلموا الحاج اللي بيتكلم عن هنا يروج طعم وهنا طعم وهنا طعم، ده علميا بقى. علميا هنا حضرتك بالنسبة للخروف البرقي يعني ايه، دايما على منطقة الساحل الشمالي كلها الاسكندرية هو ده الخروف المفضل عندهم. الطعم بتاعه بالمذاق بتاعه هم مستحب عندهم. بدأ من حوالي 10 سنين البرق يغزو القاهرة، أسواق القاهرة نزل وغالبية الجزارين أو المطاعم بيبدأوا المطاعم الكبيرة كمان يلجأوا له على أساس أنه هو تصفيه عالية جدا. تصفيه بمعنى 60%. 60% هالك. يصفي 60%. 60% يعني معاه لحم تمام، لحم عظم 60%. 60% تمام. بالنسبة برضو غالبية الجزارين ما بيلجأوش للهلبي أو البلدي علشان تصفيه اقل وليته اكتر طبعا بالنسبه للجزار اللي هيتخسره تمام. هو ده من الجزار بيلجا للهلبي حتى لو كان سعره اعلى لكنه هو بيصفي له اكتر. انا حتى يعني المواطنين بنقول لهم لو في الاضحيه هات برق، احنا مش بنعمله دعايه لا، فعلا حيوان نمره واحد في التحويل ونسبه تصفيه اعلى. في ناس بتحب اللحمه سمينه قوي نقول له هات الهلبي كل هلبي. في ناس يقول لك لا ما كانش بحته اللحمه ملظاظه كده، انا بحب الضاني وبحب طعم الضاني. طيب البرق فيه ميزه كويسه ما فيهوش ريحه الضاني. دي جيناته غير البلدي غير الهلبي. الهلبي هتلاقي فيه ريحه الضاني من الزفر يعني. لا لا الزفاره بتبقى من العلفه. من العلفه الزفاره من العلفه الحيوان ده العلف. الحيوان ده بيحول اللي باكله له اللي انا باكله له هو حضرتك بيحوله. هنا مزرعه نظاميه بيعتمد على علفة معينة من القمح مثلا والدريس. الدريس فيه بروتين حوالي 16% الدريس الجاف وبيديله القمح بتاعه. في الفلاحي بصفة عامة بيبقى بنقول عليه فلاحي عشان الفلاحين بيربوه في بيوتهم. ايوه فبياكل فضلة البيت بزبط. فضلة الغيط مش واخد مش متزن، فطبعا العلفة دي كلها بتأثر على طعم وريحة اللحم. ففي ناس بس يقول لك ايه ما بحبش الضان عشان ريحته. لا ما بتحبش الضان عشان ريحته، لا انا بقول لك بقى كل برقي ما فيهوش ريحه. والبرقي في التربيه اسهل؟ لا هو مش في التربيه اسهل، هو نفس التربيه ماشي، بس هي بتفرق. حتى لو نفس العلفه هتلاقي نسبه الدهن فيه الدهن بتختلف. لو نفس العلفه الدهن بتختلف. البرقي حركته كتير فبيحرق. ايوه الفلاحي تلاقيه كل ونام ما بيتحركش زي البرقي، فدايما تلاقي الدهن فيه اكتر. يعني البرق نتيجه حركته الزياده يحرق. صحراوي لان بيئته الاساسيه الصحراويه. يعني بيئته الاساسيه الصحراء. هو اساس البرقي جاي من ولايه برقه في ليبيا. ده الاصول بتاعته. منطقه صحراويه طبعا. جه هنا في مطروح من كذا سنه ودخلت تربيته من فتره طويله جدا وبدا يتاقلم على البيئه المصريه خاصه المنطقه الشماليه بتاعت ليبيا. هي تقريبا نفس الساحل المناخ يعني نفس او الطقس يعني. تمام. ما بيديش نفس التحويل ده لو وديناه الصعيد. تحويله يقل لان المناخ هناك غير هنا. والعكس لو انا مثلا انا عايز اعمل مزرعه واجي بحري هنا في المنطقه هنا ما اقدرش اروح اجيب غنم صعيدي من الصعيد واربيها هنا، مش هتتاقلم، مش هتديني نفس المعدل او معامل التحويل بتاعها او الخلفه بتاعتها. لا نفس العمليه لو جبت البرق وديته الصعيد مش هينجح زي البيئه بتاعته. فدايما نقول مثلا ايه المنوفيه. اقدر اربي خرفان متربيه في المنوفيه اعمل مزرعه. الم المنوفيه الم من الغربيه قلبي من الشرقيه قلبي من القليوبيه. المزارع الرئيسيه بتبقى في اي مكان في مصر؟ الغنم اغلبيتها في المنطقه الشماليه في مصر. ده ليه بقى؟
لان هو بالنسبه للمنطقه الشماليه من غرب اسكندريه لغايه براني يعني ما فيش شغل كتير للشباب ولا كده. مستحدثين الحاجه دي من ابهاتهم وجدودهم. دي موروثه. دي موروثه. اه الراعي ده موروث. موروث. اه هو ما كانش فيه شغلانه اكتر من راعه الغنم. ماشي. فما فيش طلع، ما فيش مصانع، ما فيش اي شغل لغايه النهارده. حتى اللي معاهم كليات ما فيش شغل. فبيعمل يعمل زي كده مشروع. مشروع النهارده بيشتغل فيه. ومشروع مشروع مربح. اه مربح كويس. كويس. آه يعني مره كده مره كده آه احسن. المهم انه ايه احنا يعني العرب دايما بتلاقيهم ايه يعني بيتفاخروا بيها عشان مهنه الرسول. بس اه والله.